إذاعة سلطنة عمان تقدم ضفاف للكتابة، ضفاف للأمكنة، ضفاف للسفر، ضفاف للولع، ضفاف للكلمات. ضفاف يصحبكم معها صالح بن علي العامري. ضفاف إخراج شمس الريسي. مع نعوم تشومسكي. هو أستاذ جامعي مدى الحياة في اللغويات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. هو صاحب نظرية النحو التوليدي، والتي كثيرا ما تعتبر أهم إسهام في مجال اللغويات النظرية في القرن العشرين، وقد أسهم كذلك في إشعال شرارة الثورة الإدراكية في علم النفس، كما أن مقاربته الطبيعية لدراسة اللغة أثرت على فلسفة اللغة والعقل. ويعود إليه كذلك فضل تأسيس ما أصبح يعرف بتراتب تشومسكي، وهو تصنيف للغات الشكلية حسب قدرتها التوليدية. بالإضافة إلى عمله في اللغويات، فتشومسكي معروف على نطاق واسع كناشط سياسي وكمتعاطف مع التضامنية اللاسلطوية، وهو عضو في نقابة عمال العالم الصناعيين، وكثيرا ما يعتبر منظرا رئيسيا للجناح اليساري في السياسة الأمريكية. وحسب فهرس مراجع الفنون والإنسانيات بين عامي 1980 و 1992، ذكر اسم تشومسكي كمرجع أكثر من أي شخص آخر حي، وكثامن شخص على الإطلاق. من مقدمة محمد حسن هيكل لكتاب نعوم تشومسكي ماذا يريد العم سام، تعريب عادل المعلم، يقول: يستحق الأستاذ نعوم تشومسكي أن يقرأ في أي وقت ومع أي مناسبة وفي كل موضوع، ذلك أنه بالاختصاص عالم، ثم إنه بالموقف مثقف. إن تشومسكي بالاختصاص عالم لغويات، ودراساته وأبحاثه تدرس في كل الجامعات مرجعا وحجة، وقد توصل إلى اختراق لا شك فيه، حيث أثبت أن موهبة اللغة موروثة مع سر الخلية، وأن الإنسان يولد مستعدا للنطق بلسانه كما هو مستعد للنظر بعينه وللسمع بأذنه وللإدراك بحاسة ما بين عقله وشعوره. لكن الأستاذ تشومسكي كما أسلفت مثقف أيضا، هو واسع الاطلاع على علوم زمانه، شديد الاهتمام بقضايا عصره، ثم هو، وهذه هي الخاصية الأولى في المثقف، صاحب موقف بكل ما يعنيه الموقف من حق ومسؤولية. إن تشومسكي على سبيل المثال أمريكي الجنسية، لكنه أكبر ناقد للسياسة الأمريكية. وإن الأستاذ تشومسكي يهودي بالميلاد، لكنه وهو اليهودي كان أعلى الأصوات في الولايات المتحدة وخارجها في انتقاد السياسة الإسرائيلية وفي الانتصار للحق الفلسطيني، ولم يكن موقفه هنا سياسيا وإنما كان علميا، وتلك قيمته. ذلك أن دور المثقف هو حريته وشجاعته
عندما يمارس حقه في الاختيار. إن نعوم تشومسكي حين اختار أن يقف أمام الصهيونية وأمام إسرائيل فعل ذلك من موقعه في أكبر جامعات الولايات المتحدة، وذهب برأيه إلى كل مكان بما في ذلك ساحات الكونغرس ومحافل الإيباك، معقل اللوبي الإسرائيلي. ثم إنه لم يأكل ألفاظه ولم يتلعثم ولم يعتذر عن تقصير أو تأخير، لذلك يحق للرجل أن يتكلم ويستحق الرجل أن يحترم، وتلك ليست منة عليه من أحد وإنما حقه. من مقدمة المترجم حمزة بن قبلان لمزيني لمحاضرات ماناغوا لنعوم تشومسكي عن اللغة ومشكلات المعرفة، دار توبقال 1990، نقرأ بأن نعوم تشومسكي يتبوأ مكانة في تاريخ اللسانيات لا يدانيه فيها إلا القلة من العلماء. لقد بدأ توجها جديدا في دراسة هذا الموضوع منذ أن نشر كتابه البنى التركيبية في عام 1957، فأحدث بذلك ما يشبه القطيعة مع المناهج التي كانت تتبعها اللسانيات وعن الأهداف التي كانت ترسمها لنفسها. فلم يعد الهدف وصف المادة اللغوية التي يجمعها الدارس، بل صار تفسير هذه المادة تفسيراً يقصد إلى اكتشاف ما يكمن وراء الظاهر الذي تمثله هذه المادة اللغوية. تشومسكي هو أستاذ اللسانيات في معهد ماساتشوستس للتقنية في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان من أبرز المعارضين لتدخل أمريكا في الهند الصينية، وله كتب مشهورة في هذا الموضوع، كما أن له كتبا حديثة ضد التدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية. ولم يقف موقف المعارض من تدخل أمريكا في الهند الصينية وأمريكا اللاتينية وحدهما، إذ شمل موقفه المعارض للسياسة الأمريكية والمدافع عن حقوق الشعوب المغلوبة على أمرها مناطق أخرى في العالم. لابد أن نذكر هنا مواقفه المشرفة في الدفاع عن القضية العربية، ومنذ أواخر الستينات وهو يقف محاضرا وكاتبا ضد الهجمة الصهيونية الشرسة. يبدو حضور نعوم تشومسكي في ثقافتنا العربية واضحة، خصوصا فيما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وبالدور الأمريكي، فضلا عن استدعائه النقدي المميز، بل تم استدعاؤه في النصوص الإبداعية أيضا. من أقوال نعوم تشومسكي: إذا لم نكن نؤمن بحرية التعبير لمن نحتقرهم فنحن لا نؤمن بها على الإطلاق. كما يقول أيضا: إذا كنت تؤمن بحرية التعبير فأنت تؤمن بحرية التعبير عن الآراء التي لا تعجبك. ضفاف مع صالح العامري والشمس الريسي.